السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نأتي إلى الدرس الثاني إن شاء الله. الآن هنقوم بإنشاء البروجكت على Visual Studio Enterprise 2015. من قائمة فايل نعمل New Project. هنا أنا إن شاء الله راح أعلمكم كيف تفتحوا كيف تنشئوا بروجكت يكون يستوعب أكثر ويكون مرن في التعامل معه. هنا قبل انت لا تختار اللغة، لو بتلاحظ في هنا other projects types، اختار هنا visual studio solution. انت لما تفتح solution هنا ممكن تضيف اكتر من project. طبعا احنا بصدد انشاء اللي هو school system solution. اول شيء بننشئ solution، نروح نختار الفولدر اللي حننشئ فيه. طبعا هيكون عندنا على الديسكتوب، هيكون في الفولدر اللي اسمه. وهنا لاحظ هنا النت فريم وورك، انت ممكن تختار اي نت فريم وورك. انا هختار 4.5.2. اوكي. الآن تم إنشاء السوليوشن، رايت كليك على السوليوشن نيو بروجكت. الآن بنحدد أي لغة أنت عايزها. طبعا إحنا حنشتغل ويندوز أبليكيشن، ويندوز فورمز أبليكيشن. هنا في التسمية أنت مفروض تقول له كيف، تقول له هنا سكول سيستم دوت front end، نقول له اوكي. طبعا هياخد وقت في انشاء السوليوشن. بعد ما تم انشاء البروجكت هو مباشرة بفتح لك فورم، احنا ما بيلزمنا الفورم هذا. الان عايزين نفتح فولدر جديد نسميه هنا فورمز. دايما خلي شغلك مرتب انت. احنا زي ما حكينا انه عندنا 3 tables، الكلاس روم والستودنتس والسبجكتس. هنا في فولدر الفورمز حنعمل هنا student forms كبداية، ونشوف ايش ممكن احنا نضع فيه هنا forms. الان اول خطوة احنا حنروح نعمل right click على البروجكت ونضيف، هنضيف ايتم جديد اللي هو بصدد التعلم عليها link to SQL classes، بنسميها هنا DB. اوكي نقول له add. هنا هي فيها server explorer، من خلاله هنقوم باضافة الجداول إلها ونشوف كيف. على السيرفر اكسبلورر هنا نقول له هنا view server explorer. server explorer add new connection. هنا السيرفر بتاعنا نقول له refresh. هنختار الداتابيس اللي احنا عايزينها،
نحدد السكول ونقول له تست كونكشن سكسيدد بول. اوكي هنا الخطوة الثانية نفتح ونروح عاملين دراج دروب التيبلز هنا. أصبح عندك الدياجرام تبعها تحتوي على 3 tables. هذا الدرس الثاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.